هذا يقول البقر مميز هذا في هولندا، وحليبه أكثر وأطيب، اللي يجي في الوسط أبيض. اليوم معنا رحلة إلى مدينة دلفت بالدراجة، هذه تبعد عننا تقريبا حوالي 7 كيلو من مدينة لاهاي. وهذا الجسر بداية مدينة دلفت، هذه مقبرة الملوك هنا مدينة دلفت، ملوك أورانيا. شوف لون النهر كله أخضر، سبحان الله. هذا فصل الخريف بدأ في هولندا. هذه مدينة دلفت الجميلة، خاصة يوم السبت تجاهها جميل. هذه الكنيسة القديمة، هذا البرج شوف مائل قليل كذا. هذه فيها قبور الملوك القدماء تبع عائلة أورانيا، والكنيسة الجديدة كمان. هنا كل الملوك يجوا يندفنوا من عائلة أورانيا، ملوك هولندا. شوف هذه مطاعم حطوها في قوارب كذا في النهر، يجلسوا الناس في هذا المطعم جانب الكنيسة. اليوم في بازار، راح نشوف هذا البازار كل جمعة هنا، في كل سبت قصدي، في مدينة دلفت. كل واحد يطلع بضاعته ويبيع، أشياء مستعملة، أشياء جديدة. شوف المطعم كيف مستقل شو اسمه، مستقل النهر، وعامل هنا قارب، وعامله طاولات للطعام. هذا كله مطعم هنا. هذه جولات في النهر كمان، ياخذك الجولة ب12 يورو ونص في القنوات المائية في مدينة دلفت. هنا السنتروم تبع مدينة دلفت، 3 قوارب تحركت ما شاء الله، كل ساعة في 3 قوارب. هذا مبنى البلدية القديم حق دلفت، برضه يسوي فيه زواجات، يسوي فيه مناسبات. في حفلة، هذه جولة بالعربة كمان. هذا مبنى البلدية مذهب بالذهب هنا. هذه مدينة دلفت من أقدم البلديات هنا في هولندا، وكانت هنا يعني مقر العائلة أورانيا، العائلة الحاكمة، ومقبرتهم. هذه كنيسة فيها قبورهم، قبور العائلة. أنا قد طلعت فوق، تقدر تطلع فوق لين هنا أشوف الناس وين، تقدر تطلع فوق البرج هذا حق الكنيسة، الطلع ب4 يورو أو 5 يورو تقريبا. هذا عامل دراية في لحيته.
dankjewel. Het is mooi op zo'n plein, een van de mooiste pleinste pleinen volgens mij. Het weer, maar we hebben alles nodig. Als je juk doet. Maar hij maakt altijd grapjes, ik vind het zelf het leukste. هذا التوك توك كمان ياخذك 5 يورو جولة سياحية في مدينة دلفت. ودي كم واحد؟ 2 3 4 اليوم ما شاء الله حفل عندهم. الزبائن هذه شوية على شكل قطار يشوفوا فيها هذه القوارب الشراعية القديمة هنا. هذه مدينة دلفت مدينة جامعية كلها طلبة. هذه حديقة هنا قريبة على دلفت. منظر على مدينة دلفت. هذا منظر من هذه الجهة وهذه الكنيسة القديمة هناك. هاي طاحونة دلفت. هاي مدينة جميلة هنا دلفت صغيرة وجامعية. هذا برج المياه. الآن نطلع من بلدية دلفت. هذه خلاص يعمل لك اكس عليها. وهذه بلدية رايزفيك. هذه كمان كلهم جنب بعض هذونا. هذه رايزفيك. الآن نمشي بمحاذاة النهر لين البيت. احنا هناك عند العمارات هذه كلها. خلاص الآن نودع الخضار والشجر والأوراق الشجران تساقط الخريف الحين. وبقرب المغرب خلاص. هذا جسر بس للدراجات عشان ايش هنا الدراجات يعني تمشي في كل هولندا من شمالها لطولها عرضها ما تحتاج سيارة تمشي زي ما تبغى. شوف انا الحين رحت تقريبا مسافة 10 كيلو او 15 كيلو رايح 15 كيلو راجع الحمد لله الله يعطينا الصحة والعافية ما شاء الله. تمام شوف الجسر هذا بس للدراجات بس انا ما اروح لان هذه يوديك الجهة الثانية ما في جسر لقدام بعدين. هذا الجسر هذه مكتبة هنا الصندوق هذا هذه مكتبة كتب تأخذ وتجلس هنا تقرأ. شايف هذه البيوت ما شاء الله اطلالتها على النهر الكبير. طبيعي لو شافني بوليس الحين وانا اصور اخذ غرامة على طول. السلام عليكم ممنوع 90 يورو غرامة وانت تصور انت تسوق الدراجة.
مودع الربيع خلاص، احنا فصل الخريف الحين. الان هذه مدينة لاهاي، هذا الطريق الى المنزل.